إذن على بركة الله، مرحبا بالمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. إذن كما كتشاهدوا بطبيعة الحال خرجنا نديروا واحد الدورة للأسف الشديد، وأكيد أننا غادي ناخذوا ميكرو تطوار مع الناس ومع الساكنة حول الناموس اللي هجم على مدينة العريش. الناموس للأسف الشديد هجم بكثرة على مدينة العريش، والناس كتعاني بصمت للأسف الشديد في غياب الجهات المسؤولة. الناموس للأسف اللي كما كنقولوا من البارح احنا كنعانيو من الناموس، وللاسف المسؤولين غايبين وكاع ما مسوقين للاسف الشديد. واش المسؤولين ديال العريش ما عايشينش معنا هنا في هذه المدينه؟ واش ما مسوقينش لينا؟ واش عايشين في شي مدينه اخرى للاسف الشديد؟ اذا الناموس يغزو مدينه العرائش للاسف، في غياب تامل اي تدخل، في غياب للاسف الشديد قسم الصحة للأسف الشديد بجماعة العرائش غايب وما مسوقش للأسف، ما مسوقلوش للأسف الشديد وما عطيلوش أهمية. الناموس اللي للأسف الوليدات صغار كيتشكاو منه، الناس كبار كيتشكاو منه بسبب الناموس اللي هجم على المدينة للأسف في هذا الظرفية وفي هذا الوقت. نتمناو من الله انه يكون مع ديك الوليدات الصغار، لان يعني كيبقاو فيك هذيك الوليدات الصغار من كيعضوا من الناموس بطبيعه الحال. اذا الناموس متبعين او فيها متبعي قناه شوف تي في يغزو مدينه العرائش في غياب تام اي تدخل من الجهات المسؤوله. حتى في طنجاوي تحياتي لك خويا، الله يكبر بيك ومرحبا بيك. حتى في مدينه طنجه كاين الناموس للاسف. نتمناو من الله من المسؤولين ومن اي مسؤول عنده غير على هذه المدينه بالتدخل العاجل. نتمناو من الله من جماعه العرائش انها تدخل عاجلا، لان هذا الناموس هذا للاسف الناس ولا الساكنه والمواطنين راه كيعانيو في الصمت بسبب هذا الناموس للاسف الشديد. ناموس للاسف شديد اللي هجم على المدينه وعلى الاحياء ديالها، وللاسف اليوم جل الاحياء والازقه والشوارع الناس دايرين حداهم سميتو العافيه شعلنا العافيه، وجالسين في باب ديال الديور ديالهم وجالسين في الشارع باش انهم كيحاولوا انهم يجريو على ديك الناموس غير بديك الدخان ديالو. ولكن للاسف الجهات المسؤوله والجهات المخوله ليها انها تحارب هاد المبيدات وهاد الحشرات اللي هو الناموس ما مسوقاش للاسف الشديد وما عطياش اهميه لهاد الهيجان اللي عرفته مدينه العرائش. هذا نداء السيد عام الاقليم العرائش باش يتدخل، لان يعني للاسف الشديد وليداتنا وحنا بطبيعه الحال راه في خطر. هاد الناموس اللي لا حديث في مدينه العرائش الا عن الناموس. اي واحد كتلاقاه كيقول لك اخويا الناموس قهرني. اي واحد وليد صغير كتشوفو مدابس ولا كتشوفو اليدين ديالو ولا الوجه ديالو حمار وفيه الطبايع ديال العضان ديال الناموس للأسف الشديد. الناموس أو شنيولا راه للأسف هجمت على مدينة العريش ومطالب تدخل الجهات المسؤولة، لأن راه للأسف الشديد راه الساكنة كتعاني في صمت ووليداتنا كيعانيو في صمت للأسف الشديد. مطالب وكنطالبوا بطبيعه الحال من الجهات المسؤوله بالتدخل العاجل والاني، لان هذا الناموس للاسف الشديد راه للاسف قهر السكان وساكنات المدينه في غياب تام لاي تدخل من الجهات المسؤوله للاسف الشديد. كنا نتمنوا او بالاحرى ان الجهات المسؤوله دير محاوله من اجل ان هذا الناموس هذا ينقص، ومن اجل ان هذه الحشره تنقص وما تكاثرش للاسف الشديد، وباش ما تهجمش على الساكنه ديال المدينه. خويا ما عجبكش الموضوع سير اخويا الله يعاونك، سير اخويا الله يعاونك، ما عندنا ما نديرو بيك وما عندك ما دير بينا. اذا الناموس كما قلت راه الناس كتشكى والناس كتعاني في صمت للاسف الشديد بسبب هذا الناموس اللي هجم على مدينه العلاش، ومطالب تدخل الجهات المسؤولة للأسف، لأن الناموس
هجم بشكل كبير على الأحياء وعلى الأرزقة وعلى الشباب وعلى الأطفال وعلى الشيوخ. يعني كل شيء كيعاني في صمت للأسف، وكل شيء حدا باب دار، الناس جالسين حدا باب دارهم ومشعلين للأسف العافية باش أن ديك الدخان يجري على ديك الناموس، وباش ما يتعض، باش ما يعض شي واحد. كتضرب وكتقتل ناموسة، ملي كتجي تشوف يدك كتلقاها بأنها كبيرة، ناموسة كبير للأسف، وكتخلي لك واحد الطابع كبير وكتخلي لك الدم فيها. نتمنى من الجهات المسؤولة باش يتدخلوا، ولا حشومة عيب وعار أن المسؤولين واللي اللي مخولين ليهم الأمر أنهم يتدخلوا من أجل أنهم يحاربوا هذا الناموس ما مسوقينش للأسف الشديد. وهذه رسالة للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والآني. هذا الناموس قضى وقتل مدينة العريش للأسف الشديد، وراه منتشر بجل الأحياء ديال المدينة. مشيتي للمدينة وقلب المدينة العريش كتلقاه كارثة، مشيتي للأحياء المجاورة للمدينة كتلقاه كارثة بكل المقاييس للأسف الشديد. راه الله يحسن العون للوليدات اللي هما صغار، الناموس اللي راه هجم عليهم وهجم على الجميع. الله يرحم بها الوالدين. هذه المطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والآني، لأن الناموس راه هجم بشكل كبير على مدينة العريش وعلى الساكنة. راه عيب وعار، والله لا عيب وعار الإخوة. هذا السؤال اللي مطروح، واش هاد المسؤولين كاع ما عايشين معنا؟ واش عايشين في مدينة واحدة أخرى؟ واش كاع ما مستقرين في هاد المدينة هادي؟ واش كيجيو ليلة غير أنهم يكونوا مسؤولين علينا؟ واش ما مسوقينش؟ راه حشومة، عيب وعار، عيب وعار أن المدينة عامرة للأسف، والناس كتعاني في صمت بسبب الناموس اللي تهجم على المدينة بأكملها وهم ما مسوقينش كاع. راه حشومة، عيب وعار الإخوان، والله إلا حشومة. واش هاد الناس هادو، واش هاد المسؤولين ما عايشينش معانا، ما مسوقينش لينا؟ هذا نداء الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل والآني، لأن الناموس راه جاب علينا للأسف بشكل كبير هنا في بنية العراج، والوليدات والساكنة والناس راه كيعانيو في صمت للأسف الشديد. للأسف فرنسا عندها البق والعريش فيها الناموس. كما قلت للأسف الشديد، فرنسا عندها البق والعريش فيها الناموس للأسف. نتمناو من المسؤولين باش يتدخلوا، لان للاسف راه الوليدات ديالنا، راه للاسف الوليدات ديالنا راه كيعانيو في الصمت، وحنا بيدنا كنعانيو في الصمت بسبب الناموس اللي تهجم وللاسف غزا مدينه العريش. كان الاحرى انهم يداويوه، كان الاحرى انهم يلقاو شي حل لهذا الناموس اللي هجم على المدينه ديال العريش. نتمناو من الجهات المسؤولة باش يتدخلوا، راه الناموس للأسف الشديد هجم على مدينة العريش بأكملها، والساكنة والوليدات ديالنا راه كيعانيو في صمت للأسف الشديد بعد ما هجم عليهم الناموس. كما قلت راه وليداتنا للأسف الشديد كيعانيو في صمت بسبب الناموس اللي هجم عليهم.
كما قالوا الاخوان في التعليقات، فرنسا فيها البق والعريش فيها الناموس، والمسؤولين والمسؤول على والمسؤول على القسم الصحي ما مسوقش. واش ما عايش مع كاع ما عايشين معنا في هذه المدينه هذه، واش عايشين في مدينه واحده اخرى، والله اعلم. واش هاد المسؤولين ما عايشينش معانا؟ واش ما مسوقينش لينا؟ واش عايشين في مدينه او في دوله واحده اخرى؟ واش هاد الناموس كاع ما كيعضهم، كاع ما كيمشي ليهم؟ ورا عيب وعار، عيب وعار انك الوليد الا ما بقيناش فيك حنايا راه يبقاو فيك الوليدات، الوليدات الصغار اللي كيعضهم هاد الناموس هذا. راه انتم ما عندكم وليداتكم، واش وليداتكم وانتم كاع ما كيمشي لكم هاد الناموس، ولا الناموس كيضرب بينا حنايا؟